طيب حضرتك بتقول انه يعني ابواب المنتخب مفتوحه للجميع، ايه مواصفات اللاعب اللي تؤهله ان ينضم ويلبس فانيله مصر؟ ده مهم جدا، يعني سؤال مهم جدا، لان مش عايز اقول لك ان مش كل لعيب مميز في الدوري المصري يصلح يلعب في المنتخب. دي معادله يمكن الناس ما تفهمهاش شويه، لان في متطلبات وفي معايير. احنا بنشتغل على المستوى الدولي، ممكن يكون لعيب مميز في الدوري المصري ولكن على المستوى الدولي ما يظهرش بشكل كويس. المعايير اللي احنا بنختار عليها العكس او العكس، يعني العكس بيبقى قليل شويه، اللعيب الدولي ممكن ما يظهرش. حضرتك بتقول مش شرط انه يكون محترف عشان ينضم للمنتخب؟ لا مش شرط طبعا انه يكون محترف، انا بتكلم على معايير الاختيار حتى في الدوري، يعني وفي الدوري اذا كان الدوري المحلي او حتى على مستوى المحترفين. على مستوى المعايير مهم جدا عندنا عنصر السن. عنصر السن ليه مهم بالنسبه لنا؟ اللي احنا بنبص على المدى الطويل، ان اللعيب يكون سنه مش هقول لك صغير، يعني عنده 18 سنه، لكن سن مناسب. في 2022 عايزين يكون عندنا منتخب متوسط اعماره 25 سنه، فاحنا بنحاول بقدر الامكان. لو تتذكر استاذ عمرو، كان عندنا مشكله في منتخب مصر، احنا ما كانش عندنا البديل الجاهز، يعني عندنا عنصر مثلا باك الشمال كان عبد الشافي بيأدي بشكل كويس لكن ما كانش في بديل جاهز. كان في مشكله في السرد باك، كان في مشكله مع عبد الله السعيد، مين بديل عبد الله السعيد؟ وقعدنا فيها فترات طويله جدا. راس حربه مين بديل؟ كان ساعتها مروان بيلعب، ما كانش في بديل لمروان. فاحنا حبينا نحط نبدا نشتغل من دلوقتي ان احنا يكون عندنا في منتخب مصر قاعده واسعه جدا من اللعيبه. عشان توسع القاعده دي لازم يكون السن صغيره، وانك يكون عندك في كل مركز ثلاث لعيبه على مستوى جيد جدا على مستوى دولي. ده هياخد مننا وقت شويه، لكن الاساس بتاعنا في اختيار او معايير اختيار اللاعب الدولي ان هو يكون ملتزم جدا داخل الملعب، ده شيء مهم جدا. على المستوى الفني شايفين انه يقدر يلعب على المستوى الدولي، ده مهم جدا. عنصر السن مهم جدا، زي ما بقول لك كمان ان هو to be proud انه بيلعب لمنتخب مصر، يفخر. طبعا يعني دي نقطه مهمه جدا، ويكون مقدر كويس قوي انه ازاي يكون يحمل شعار بلده، لان ده مهم جدا. ممكن يكون لعيب مستواه الفني هايل جدا لكن غير ملتزم، ممكن يعمل اي مشكله مش هتضره هو يعني لكن هيقول ده لعيب منتخب مصر، يعني ده مهم قوي.